خولة، وكنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وكنشكر جميع المتتبعين داولي، ولا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الجرس باش يوصلكم الجديد. وغادي نختار عليكم ميريندينا بحال اللي كتباع في المحلات. وكنحتاجوا في المقادير، كاين عندنا 4 ديال البيضات، كاين عندنا سكر سنيده كاس، كاين عندنا خميره الحلوى قشور حامض، كاين عندنا كاس تاع الزيت، كاس حليب، كاس مدافي، وعندنا الدقيق. غادي ندوزوا للطريقه باذن الله. بسم الله على بركه الله. درنا البيض، درنا واحد القبيصه تاع الملحه، غادي نزيدو سنيدة، غادي نزيدو الحليب، والزيت، قشور الحامض والمدافي. بعد ما تعرف الحجم ديال الخليط ديالنا، غادي نزيدو الدقيق والخميرة. مغربل غادي نخلطو بهالطريقة. هذا هو الخليط ديالنا، غادي نديروه في فران مسخن من قبل على درجة حرارة 180.
غادي نقسمها على جوج. بعد ما ذوبنا الشوكولاط مع كريم شانتي على جوج.
Thank you.